السلام عليكم سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم إلى موعدكم الأسبوعي، برنامج استوديو المحترفين الذي سنتطرق فيه للعديد من القضايا، من أبرزها قرعة كأس إفريقيا للأمم المقررة سنتها في هذه السنة بمصر ومجموعة المنتخب الوطني. أيضا سيكون حديث عن مشوار فريق نادي بارادو في بطولة هذا الموسم لحد الآن، بعض المباريات المتأخرة لحساب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، وأيضا مخالفات الجولة 27 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس والتي اشتد فيها التنافس على أشده بين الفرق التي تسعى للصعود إلى الرابطة الأولى والفرق التي تسعى إلى البقاء ضمن حظيرة الرابطة المحترفة الثانية. أسعد في هذا اللقاء باستضافة أحد الضيوف الأعزاء، صابر شريف مساعد مدرب فريق نادي بارادو. مرحبا بك سي صابر. مساء الخير مسعود، مساء الخير الحضور والجمهور الكريم. وكبير خبراء التحكيم محمد زكريني، أهلا وسهلا بك. أهلا مسعود، جمهورنا الرياضي الكريم، السلام عليكم. دريس غيموز محلل التلفزيون، مرحبا. مرحبا بك مسعود ولكل الجمهور الكريم. ومصطفى مازا أيضا محلل التلفزيون، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم أزرف اليوم. إذن نحيي الجميع، نتمنى أن نقضي سويا وقتا ممتعا فيه الكثير من المعلومات والتحاليل المفيدة، خاصة بالنسبة لقرعة كأس إفريقيا للأمم التي جرت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة في أجواء احتفالية متميزة جدا. الجمهور الرياضي الكريم تعرف على مجموعة المنتخب الوطني، المنتخب الوطني سيلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم السنغال كينيا وتنزانيا، طبعا قراءة في هذه المجموعة وفي القرعة بشكل عام مع الزميل عبد العزيز بن سالم. بين أحضان أهرامات مصر، الكأس الغالية وصلت مكان سحب القرعة، قرعة استثنائية وتاريخية يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا إفريقيا يقسمون على 6 مجموعات. منتخبنا الوطني المصنف ضمن المستوى الثاني أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال كينيا وتنزانيا، وتبدو مهمة الخضر سهلة على الورق لبلوغ دور الثمن والتفكير بعدها في الأدوار المتقدمة. رفقاء بنجاح سيخوضون مباراتهم الأولى أمام كينيا في 23 من جوان قبل أن يواجهوا السنغال ثم تنزانيا في ختام مباريات الدور الأول. المجموعات المتبقية جاءت متوازنة في عمومها باستثناء المجموعة الرابعة والتي توصف بالصعبة بوجود الكوديفوار، المغرب، جنوب إفريقيا وناميبيا. عربيا جاءت مصر صاحبة الأرض في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو، أوغندا وزيمبابوي. أما المجموعة الخامسة فأوقعت منتخبين مغاربيين جنبا إلى جنب، هما موريتانيا الضيف الجديد على الكان وتونس رفقة مالي وأنغولا، ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي إلى جانب أحسن 4 منتخبات تحتل المركز الثالث. وبإجراء القرعة بات الطريق واضحا أمام المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا، والتحضير الجدي للمواجهات الرسمية سيبدأ قبل ضربة البداية في 21 جوان المقبل. تحيا إفريقيا. طبعا المنتخب الوطني في مجموعة إلى حد ما متوازنة، لا هي بالصعبة ولا هي بالمجموعة السهلة، ما دام أنه معنا على الخط الهاتفي مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة حكيم الدان عضو المكتب الفيدرالي ومناجر المنتخب الوطني ليطلعنا يعطينا رأيه في القرعة. بداية حكيم مدان مساء الخير، كيف هي الأحوال وما رأيك في قرعة أو في مجموعة المنتخب الوطني حكيم؟ مساء الخير مسعود، مساء الخير ضيوفك الكرام. نظن باللي القرعة تاع أمس نظن باللي يعني تحنا في مجموعة متوازنة، تعرف باللي نلعبوا ضد الفريق السنغالي هو المرشح يعني نادي فافوري يعني نادي فافوري تاع لاكوب دافريك، ونظن باللي هذه السنوات الأخيرة شفنا المستوى تاع الفريق السنغالي مستوى يعني قوي.
بما يخص الفريقين يعني فريق كينيا بيتحسنوا ايضا هذه السنوات الاخيره وفريق تنزانيا في القاهره العاصمه المصريه طبعا لحضور القرعه وايضا لعمليه الحجوزات لمقر اقامه المنتخب الوطني مكان تدريبات الامور تم ترسيمها حاليا بالنسبه لمقر اقامه المنتخب الوطني يعني اشياء كلها ايجابيه الان المشكل الوحيد هو يعني ارضيه الميدان تاع التدريب ورانا نعملوا باش ان شاء الله يكون عندنا يعني ملعب نقدروا نتدربوا على حسب يعني الحجم تاع المنتخب الجزائري. مكان التدريب هو ملعب نادي انبي المصري؟ نعم هو نادي انبي المصري وين يعني الارضيه تاعو راهم يشتغلوا فيها ولكن نظن اللي ممكن يكون شديد في هذه الايام المقبله ان شاء الله. اذا الامور على المستوى اللوجستيكي ضبطت بالقاهره تم ترسيمها انت تقول باللي لانه حتى مصر معروفه بالاماكن الاقامه راقيه على مستوى عالي خاصه لما يتعلق الامر بالقاهره العاصمه المصريه. الان التفكير في التربص القادم للمنتخب الوطني لانه كان عندكم نظره الان راح نترسموا الامور هل اتضح اين يكون تربص المنتخب الوطني كما قيل في قطر ام في السودان؟ نظن بلي الاخ عيسى يعني احنا رانا نسطروا في البرنامج الاخ مسعود عفوا يعني احنا رانا نسطروا في البرنامج مع الناخب الوطني واحنا عندنا يعني جهود ولا اقتراحات باش نحسنوا كل هذه الاشياء ولكن راح نديروا يعني كما يقولوا تربص وين يكون يعني كل الاشياء تكون مدروسه يعني بلا غير بالبري وان شاء الله يعني نحضروا روحنا باش نكونوا واجدين لنهائيات كاس افريقيا ولكن يعني الناس يعني هذه الكلمات يعني الاشاعات يعني يديروا تربص هنا ولا هنا ولا احنا عندنا البرنامج تاعنا وان شاء الله سنلقيه يعني هو كومينيكي ان شاء الله بيانتو لو بروغرام دي بريباراسيون تاع المنتخب يعني حتى ترسموا الامور بصفه رسميه حتى يعلن عن الامور ممكن تعطينا اشاره للمنتخبات اللي ممكن نواجهها في كمباريات وديه قبل المنافسه يعني هي يعني الدراسه هي يعني لما تشوف المقابلات نحن عندنا عده عروض ولكن ما يخفالكش لازم يعني الناخب الوطني او يدرس كل المنتخبات اللي عرضوا علينا مقابلات وديه ولكن ايضا راح يدرس يعني باش يشوف يعني المجموعه اللي رانا فيها وان شاء الله يعني بعد التاهل واش ممكن يعني لي زادفيرسير اللي يكونوا علينا باش ما نقدروش نلعبوا مع فريق يعني محتمل باش نواجهوها في الدور الثاني يعني نحسموا في الاشياء وان شاء الله عن قريب نعطيو كل شيء يعني نعطيو البرنامج كامل. اذا الامور كلها مضبوطه وسترسم قريبا ومتفائلون بمشاركه ايجابيه طيبه في مستوى تطلعات الانصار. هي الامور هي مخدومه يعني 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 باش نفرحوا بها لازم يكونوا يعني نحسموا كل الاشياء ونقولوها يعني رسميا ولكن نقدر نقول لك 90% كل شيء ان شاء الله جاهز. ان شاء الله كل شيء جاهز، ان شاء الله تكون مشاركه طيبه وايجابيه للمنتخب الوطني في هذه المنافسه. ان شاء الله مسعود بارك الله فيك. شكرا حكيم مدان مناجر المنتخب الوطني على تواصلك وتعاونك وهذه المداخله. شكرا جزيلا حكيم مدان. دريس غيموز الامور مضبوطه قرعه ومجموعه متوازنه الكل يتفق في هذا الامر يعني من حقنا نفكروا في ابعد من دور الربع النهائي. حقيقة يعني منذ نقدر نقول أكثر من عقدين وين أصبحت الأمور في المنتخب الوطني مضبوطة يعني من حيث اللوجستيكية وكل شيء على غرار العهدة اللي سبقت ولا اللي قبلها ولكن تبقى الآن كيفية التحضير والتحضيرات الآن اللي لابد أن تكون بجدية أكثر عكس الدورات اللي سبقت لنا وإن كنا دائما
قبل الواحد كنا تنبأنا بأنها ما راحش تكون في مستوى تطلبات الجمهور الجزائري. أنا الآن أنا متيقا يعني بلي معرفة الناخب الوطني جمال بالماضي بإمكانيات لاعبيه وكذلك الروح اللي عاود غرسها في الفريق زائد برنامج يكون مضبوط علميا نعم وحتى المقابلات تكون مدروسة من حيث جميع النواحي ومتطلبات التحضير للمنافسة اللي راح يقوم بها الناخب الوطني اوني دي زوت هذا يعني رانا ماناش مرشحين ككل الدورات ولكن فرصة لنا لانه في الطبعات منذ 92 الى يومنا هذا المرشح عمره ما كان هو اللي اخذ الكاس ما كانش يعني الان اصبحت عندنا طموح وعندنا فريق يعني حقيقه التركيبه البشريه تاعو تغيرت ولكن استرجعت الروح القتاليه اللي غابت منذ 2014 وهنا هذا هو اللي يخليني انا نظن ان شاء الله يكون فيه مستوى راقي للمنتخب الوطني وهذا اللي نتأملوه ان شاء الله. نتمنى انه يكون المنتخب الوطني في الموعد مصطفى مازا مجموعه فيها السنغال هو الاحسن افريقيا بحسب ترتيب الفيفا واحد من اكبر المرشحين وفيها ايضا تنزانيا هي من حيث ترتيب الفيفا هي فريق ما قبل الاخير يعني فيه البوروندي اللي موجوده في الرتبه 136 تنزانيا في المرتبه 131 بالاضافه الى كينيا يعني رياضيا واقعيا مجموعه في متناول المنتخب الوطني لا أكيد خاصة وأنه في هذه النسخة هذه فيها 24 منتخب اللي راح يشارك في هذه الدورة هذه يعني الأول اللي راح يكون في الرتبة الأولى والرتبة الثانية وأحسن أربع منتخبات راح يكونوا حاضرين في الدور القادم لذا نقول أنه من غير المعقول من غير المستحيل أنه منتخبنا ما يكونش في الدور الثاني لأنه لو نشوفوا مستوى تاع فريقنا مقارنة بمستوى هذه المنتخبات اللي راهم في القرعة نقول أنه منتخب الوطني أحسن بكثير لكن نظن ننتظر راح نشوفوا كيفاش تكون ردة فعل منتخبنا الوطني لأنه منتخبنا الوطني عكس منتخب السنغالي لأنه منتخبنا يبحث عن نفسه يبحث عن لاعبين يقدروا يأدوا مستوى يعني متواصل يعني تكون كونتينيتي في يعني تقريبا تفرق نفس الاطار مع ادريس مادامنا ماناش يعني ماناش فافوري في هذا الاخرى مادام ماناش مرشحين عمليه البحث عن نفس ممكن تساعدنا اكثر اكيد افضل من ان نكون مرشحين لا اكيد نشوفوا انه منتخبنا في بعض الاحيان تغيرت النظره يعني الاستراتيجيه حتى مردود بعض اللاعبين برغم يكون ما عمش يمدوا مردود كبير لكن في المجموعه نحسوا انه فيه تغيير فيه روح راهي تخلق يعني من مباراه الى اخرى داخل المجموعه لذا نقول انه يعني يتفائل خير بالمنتخب الوطني لو نتكلموا على مستوى النوادي المنتخبات اللي راهي في القرعه تاعنا نقولوا انه منتخب تنزانيا تاهل في الرتبه الثانيه في مجموعه جد سهلة عكس المنتخب الكيني اللي تأهل وفاز على منتخب غانا لازم نديروا المنتخب الكيني نديروا له ألف الحساب لأنه خاصة المباراة الأولى ضد كينيا أكيد فاز على منتخب غاني وتأهل في مجموعة اللي كانت ضم منتخب غانا لكن عموما نقولوا أنه من غير المعقول كما كنت نقول في الأول أنه هذه النسخة هذه تضم 24 نادي والأول والثاني يتأهلوا وأحسن منتخبات الربعة اللي يكونوا في المجموعات من غير معقول أنه منتخبنا ما يكونش حاضر في الدور الثاني ويجب أن يكون المنتخب الوطني حاضر ضمن الدور الثاني على الأقل. رشيد معليش نتذكر مجموعات كأس أمم إفريقيا بعد عملية القرعة اللي هي مجموعات أيضا نقدر نعتبرها مجموعات متوازنة في عمومها لما نشوف فيه مجموعة ربما مجموعة المغرب هي المجموعة الأقوى سي صابر الشريف نشوفوا المغرب مع كوت ديفوار مع جنوب افريقيا يعني ثلاث منتخبات نقدر نقول مستواهم عالي زائد ناميبيا هذا بالنسبه للمجموعه الرابعه وايضا درجه اقرب من المجموعه الخامسه اللي هي تونس مالي وانغولا زائد منتخب موريتانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا جو بونس لي جروب هادوما من بارابور لي جروب تاعنا ولا لي زوتر جروب تصنيف اللي كان وين كان تصنيف لي دار ديزيكيليب في لي جروب بارابور واش كنا نشوفوا واحد الوقت كانوا بزاف وين يكونوا في التصنيف تاعهم ومن بعد يطيحوا كيف كيف كانوا بزاف مجموعات كما يقولوا لهم مجموعه الموت ولا مجموعه مقسمهم المستويات مستويات متقاربه وقع فيها تقارب وتوازن في المجموعات فعلا. ونكمل برك انا نولي المجموعه تاعنا كما قال مصطفى كاين سي جروب يتكاليفيو لي دو برومي صافي 12 بلس لي 4 صافي 16 سور 24 نورمالمون يعني ما نقدرش نهضر هذه على الاقل نكونوا في فعلا. في, في الدور القادم وشنو هذا راح نولوا ثاني الهضره اللي قالها دريس هو التحضير دوك حنا كنا تحضير قبل كاس افريقيا كنا نروحوا للتشاك ونروحوا لسويسرا ونروحوا في مناطق ولا في مناخ اللي ما يكونش مع المناخ اللي راح نلعبوا فيه جو بونس هذه الخطره ان شاء الله حتى المنتخبات اللي تخيرها باش تلعب معها تلعب معها لازم تكون قريبه لهاد الفرق اللي طحنا معاها كينيا طنزانيا باش نقدروا ندخلوا في جو المنافسه الافريقيه قبل الدخول لمصر ان شاء الله فعلا ندخلوا لجو المنافسه من خلال عمليه التحضير اللي لازم يكون مع منتخبات مشابهه للمنتخبات التي سنواجهها في نهايه كاس امم افريقيا حبيت نضيف حاجه لانه الكثير يقول يعني لازم تكون لانه هذا المنتخب هذا مع ناخب وطني جديد والمنتخب هذا بتركيبة نوعا ما جديدة يبحث على مشروع عنده دوك أهداف الناخب الوطني عنده أهداف سواء فنية تكتيكية ولا حتى من ناحية أسلوب اللعب يعني لو بروجي جو تاعو كيفاش دير وياخذ بعين الاعتبار كذلك المنتخبات اللي راحين نواجهوها من هذا المنطلق لابد يوضع أهداف في كل مباراة ولا نقدر نقوله حتى في كل شوط من المباراة اللي راح يخوضها المنتخب سسرا دي ماتش اوبجيكتيف اوبجيكتيف والهدف هو التعود على المسابقه في عجاله توقيت المباراه راح الفريق الوطني في المباراه الاولى يلعب على الساعه 10 يعني ليلا توقيت مصر اكيد احنا دائما نتكلم على ظروف افريقيا دائما نتكلم على ظروف هذه المره الظروف ربما تكون افضل رغم انه الحراره موجوده في أكيد. مصر لكن أكيد. المباراه تلعب ليلا يعني الامور تكون اكيد حتى يعني تنقل تاع المشجعين تاع المنتخب الوطني راح يكون من دون شك بكثره لانه الامر يتعلق بمصر والجميع يحب ان يتجول ويتنقل ويكون في بلد سياحي بامتياز مصر محمد زكريني كمحب للمنتخب الوطني ماهوش كحكم مجموعة في متناولنا محمد انا شاطر سي صابر ومصطفى لما يقولوا الحقيقه 24 فريق 16 يتأهلوا اذا ما كنتش بارمي لي 16 ما بين 16 فريق غير ولي لداركم وقول ما عندناش ايكيب ناسيونال نهضروا يعني كارتي بطاب 24 ايكيب يكاليفاو 16 صافي اكثر من نص هكذا اكثر من نص وما تكونش بارمي لي 16 صافي دير انت يا كيفاش راح انا نظن انا ما تحطوش على الدور الاول نحطو من الدور الثاني ووصل لا حتى في الدور الثاني لان المجموعات شكون اللي يتاهل الاول والثاني وتقريبا المجموعات في الست مجموعات اللي فافوري اللي راح يتاهلوا شيء مهم محمد باش نذكر بك شيء مهم انه تتاهل في المرتبة الأولى ولا حتى تواجه فرق اللي يختلف مرتبة ثالثة لا حتى ولا تجي في المرتبة الأولى حتى وتتأهل في المرتبة الأولى لأن لي زوتر جروب فيها غانا فيها المالي فيها يعني فرق قوية من أكبر الفرق تاع بالنسبة للتحكيم محمد زكريني ممكن يكون في حكامنا في هذه الدورة لا الحكام راحين يكونوا لأن عندنا السيد غربال والسيد قراري داروا لي ستاج في جنوب افريقيا على الفار خصيصا على الفار داروا عنده وما نساش مازال المجموعه الاخرى اللي فيها قاسما قريشه كذا قادر يكون فيهم ما بيناتهم عبيد شارف ويكون ايتشالي عبد الحق لانهم للحكام اللي عندهم الخبره وعندهم التجربه يزيدوا يدوا انا نظن من هذا الربعه هادو يدوا تنين يعني للكاس افريقيا من الجزائر لأن كل حكام أحسن حكام إفريقيا أقول وأكرر أحسن حكام إفريقيا كل فرقهم متأهلة للدور النهائي تونس متأهلة المغرب متأهلة مصر متأهلة غانا متأهلة مالي متأهلة كل كبار القارة موجودين كل
الكبار القاره يعني موجودين، لهذا رايحين الحكام يدوا الحكام ويكونوا موجودين، وتكون انا نقول تكون بطوله قويه وقويه جدا من جميع النواحي. نتمنى ان تكون طبعا ناجحه خاصه من جانب المنتخب الوطني، ولما ايضا من جانب الصافره الجزائريه التي نتمنى ان تمثلنا احسن تمثيل. الى الرابطه المحترفه الاولى موبيليس لكره القدم التي وصلت الى الجوله 25 من بين الفرق التي لفتت الانتباه من خلال النتائج المحققة، الأداء الراقي والمتميز. نجد نادي بارادو الذي يتواجد حاليا في المركز الثالث ورقة حول نتائج ومشوار هذا الفريق مع الزميل عبد العزيز بن سلم. الكل يجمع على أن نادي بارادو يقدم هذا الموسم مستويات راقية وحقق نتائج جيدة جعلته ضمن فرق المقدمة في أغلب فترات ومراحل بطولة هذا العام، بفضل تنظيمه المحكم وتحضيره الجيد ونوعية لاعبيه والتكوين المقدم لهم على مدار عدة سنوات. صار نادي بارادو يلعب دون مشاكل ودون عقد ويقارع كبار البطولة ويفوز عليهم في أكثر من مرة ومناسبة، ويتواجد حاليا في مراكز متقدمة أحسن من فرق تفوقه تاريخا وألقابا وأموالا وقاعدة جماهيرية. نادي الأكاديمية حاليا هو ثالث الترتيب العام وعلى بعد 6 نقاط من رائد البطولة، مما يعني أن حظوظه قائمة في لعب الأدوار الأولى ولم لا افتكاك مشاركة قارية أو إقليمية الموسم المقبل. الفريق يعد من النوادي التي حققت عددا معتبرا من الانتصارات، وصل عددها إلى 11 فوزا مثل شبيبة القبائل ووفاق سطيف. كما يملك الباك هجوما قويا جعله الثاني بعد اتحاد الجزائر، وسجل 30 هدفا أكثر من نصفها كانت بتوقيع الهداف زكريا النعيجي. واللافت للانتباه أيضا فإن قوة هذا النادي تكمن في وجود عدد معتبر من لاعبيه ضمن المنتخب الأول ومنتخب أقل من 23 سنة وبقية المنتخبات في مختلف الفئات العمرية، وكذا الانتقالات التي تمت إلى نوادي أوروبية في السنوات الماضية، والقادم بلا شك سيكون أفضل. والقادم بلا شك سيكون أفضل. صابر شريف عضو الطاقم الفني ومساعد مدرب نادي بارادو منذ سنوات بارادو 11 إلى 13 سنة، صافي 10 سنين وخمس سنين وسينيور، يعني حوالي 15 سنة نو كلش 10 سنوات يعني ما كاش واحد يعرف بارادو أكثر منه. هذا هو أحسن موسم لنادي بارادو منذ نشأته لحد الساعة، هذا هو أحسن موسم على كل حال. مركز ثالث بمقابلة متأخرة بارابور لي ريزولتا اللي كاين بور لو مومون أحسن، باسكو ميم العام اللي فات كنا في المرتبة الرابعة، ومن بعد أون ريشوتي شوية في لي ديرني ماتش، وين كملنا سيزيام ولا ساتيام العام اللي فات. حنا إن شاء الله هذا العام نطمعوا باش يكون أحسن من العام اللي فات، وبالك نكملوا في مراتب الثلاثة الأولى. صابر بكل واقعية وبكل صراحة، هل كنتم تتوقعون وكان من بين أهدافكم قبل بداية الموسم أن تكونوا على الأقل ضمن الثلاثة الأول؟ هي قبل ما يبدا الموسم وين كنا درنا ريونيون وقصرنا ديجا باش نهضروا على اللاعبين، باسكو كانوا عندنا لاعبين رايحين يروحوا ونشوفوا واش يخصنا، وين ديسيدا بون سي كيما يقول لك لا في دو روت ولا هذا الشيء ديروا الإدارة اللي قال لك ما نجيبوا حتى لاعب، نكملوا دائما من اللاعبين اللي عندنا. كنا نشوفوا بارابور اللاعبين اللي راحوا لنا اللي جانا مجانين يمونك ان بو ديكسبيريونس بارابور الاخرين، وين لعبوا صعود في بطوله الهوات ومن بعد في القسم الثاني، يعني الامور تكون صعيبه في القسم بيان سور، بداوا يربحوا شويه هذيك الخبره هذيك بارابور اللي جانا هذوما. وكما كان الحال سيتي لا فاز نقولوا احنا مرحله الذهب، وين كانت شويه صعيبه علينا وين كملنا ب 20 نقطه،
كنا بارابور العام اللي قبله خسرنا ثلاث نقاط باسكو لازم في المرحله تقسمها على ثلاثه، خمس مقابلات خمس مقابلات خمس مقابلات باش تقدر تعرف اسكو تلعب لو مانتيان تاعك بليز اليز ولا تقدر تلعب حاجه خير. مرحله العوده انا نقول بالك المرحله الاولى كانت مرحله اندماج اللاعبين هادو والتعود مع البعض فوالا سي لادابتاسيون بارابور للقسم الاول هذايا، وين في مرحله العوده وين خسرنا المقابله الاولى مالغري مع مولوديه الجزائر في بولوغين وين درنا مقابله لاباس بها تلقينا هدف كما يقول لك عكس مجريات اللعب ومن بعد كانت نتائج تعادل في فاوت ومن بعد كاع نتائج فوز في الديار وخارج الديار حتى المقابله الاخيره هذه ست مقابلات نعم حتى المقابله الاخيره وين هزمنا في البرج البرج بواريريج على كل حال كذلك مشكل تاع بارادو في الدربيات العقده نظن راحت امام اتحاد العاصمه أنا فوز واحد انا قلت بالك راحت في لاكوب قبل في اتحاد الحراش باش يقعد توجور سي تي ماتش ديربي ربحنا مع الحراش وين بالك اللاعبين حسوا باللي سي لا ميم شوز ماتش ديربي سي فري سي اون كونسونطراسيون كور بلوس باسكو يتلعب على جزئيات صغيره وشنو مع مرور الاوقات والنتائج بدات تجي نقول احنا انا طامعين باش نكونوا في الثلاثه الاولين باسكو علاش من 2007 ملي خلقت الاكاديميه هذه كنا نقولوا باللي العمل تاعها يبان كي تكون في القسم الاول باسكو قعدنا في القسم الثالث ما تقدرش ما يقدرش يبان المستوى تاع اللاعبين هذوما وشنو ذكر انا في القسم الاول باش تزيد تبان خير لازم لك مقابلات قاريه نقولوا احنا عربيه ولا لا تفضل باش ندخلوا برك في الاخر انا بالنسبه لي انا شخصيا لما تشوف المؤهلات الفنيه والبدنيه تاع كل لاعب فرديه يعني دائما نكون نطمع باش ونشوف اداء بارادو احسن من اللي شفتو خاصه في المرحله الاولى والشيء اللي لاحظته علاش بدات النتائج تعاود ترجع انا بالنسبه لي لما اللاعبين اخذوا بزمام الامور واصبحوا يديوا لي جويان اصبحنا الصراعات الفرديه اللي كان يخسروها لاعبين بارادو دائما يبحثوا عن لو جيست تكنيك بارفي هذاك اي جيستون تضبطي يعني تاقلموا مع المستوى الاول تاع الرابطه الاولى ومع اللاعبين المحنكين اصبحوا شتهم انا في الاحتكاكات عادوا اصبحوا هما اللي يبادروا بالاحتكاك هنا نقطة الانعطاف اللي وين خلات البارادو رجعت في الكثير من المواقف كانت بكري بارادو في المرحلة يعني هنا في الماضي القريب كان لما تلقى هدف مستحيل ان ترجع في النتيجة لكن لا كونفيونس جات حتى يعني طريقة اللعب ربما اللاعبين بالسرعه نتاعهم الفنيه نتاعهم اللياقه البدنيه الموجوده عندهم التفاهم لانهم جلهم من نايضين يعني من عندهم في سرعه التنفيذ سرعه التنفيذ احسن من كل الفرق الجزائريه وبهذه الطريقه هذا لما اللاعبين يعني استوعبوا انهم قادرين باش يكونوا احسن من الفرق الاخرى انا نظن تفكت العقده هنايا ومشاو عاد يصبحوا اصبح فريق بارادوشتهم انا مع مولوديه يلعب دون الجزائر يلعب عادي مع اتحاد الجزائر مع مولوديه وهران في مولوديه وهران يلعبوا مع شباب يعني يلعبوا بدون سون كالكول تفضل شيخ شوف شيخ دوك انت تو ريزومي تو كيما نقولوا احنا تكنيكمون لي جوار تاعنا نقدر نقولوا سي لي ميور اون الجيري ماشي سي كونفيرمي دوك بقات في لا فورماسيون هذه هي دي زيتاب وانت على بالك بها لحقنا هاد لي ديال هادو سي ديسبيتي سي لو ماتش سي كوا سي دي غاني ان ديال ان ديال ان ديال ومن بعد تولي بار ايكيب باش تربح لو ماتش تاعك اكزاكت لحقنا وين ولينا دي فوا دي سيمان حنا نخدموا بارابور لو سيستيم اللي نلعبوا به باش نكونوا في لو ديال توجور قريب على لادفيرسير وين ولينا نحوسوا عليه حنا نحوسوا عليه باش حنا نحوسوا عليه ماشي باسكو كنا نهربوا نستناو كي يجينا البالون باش نلعبوا دوك ولينا حنا نحوسوا نجيبوا البالون باش نلعبوا به وين لي جوار فهموا باللي لو فوتبول سي با كو تكنيكمون برك سي فريمون سي لي سان كاسبي انا شيخ برك نقول له برك ملاحظه انت كنت تقول دوكا باللي الجوار تاعنا سي لي مير تكنيكمون الجيري هكذا لماذا لما اللاعب يخرج من بارادو يمشي نادي اخر
ما يصبحش هو الاحسن مع باراديو باسكو ديجا ديجا سين كون نشوفوها غير في لو جو باغ اكزومبل لو جو تريونغل ولا باس يسوي باس ايفا كي تروح في كي تكون عندنا باراديو تعطي له كما قال لك شيخ هو هو سي لا كويزيون لا لا بالي بلي يلعبوا بعينين مغمضين يعطي له هذيك يعطي له هذيك على بالي معليش صابر نريبوندي له علاش اون بارل بلو دو تكنيك يعني من ناحيه ما نقدروش نقولوا فني سي تكنيك وتكتيك دائما اون اسوسي تكنيك لا تكتيك باسكو رانا في السينيور كما قلت اللاعبين فنيا لو جيست بارفي هذاك خلاص سيدي موندي يرست لاكسيون تكتيك اللي السوي لاكسيون تكنيك كي يخرج من بارادو هو موالف يمد لصاحبه ويروح يلقاها قدامه ولا يمد لصاحبه يروح اون سوتيان يلقاها قدامه يدير له لا روميز في الفرق الاخرى ما عندهمش لا كولتور تكتيك لا نتكلم انا ما نتكلمش على التكتيك واحد من الناحيه الفرديه اللاعب لما يتبدل من فريق انديفيديو هو ينخفض ما نتكلمش على نهضر في يعني تشوف اللاعبين اسمح لي تشوف لاعبين مثل منصوري مثلا ولا المؤدب ولا بن يوسف تكنيكمون تكنيك انديفيديو اكستراوردينير لكن تشوف غير الفريق مستواه انخفض لا انا سي بارابور لو جروب اللي راهو فيه فرابور لو جروب حتى ربما احنا ندخلوا في امور اخرى بعد ندخلوا في التحضير البدني لانه سي لا باز تاع لي زوتر بريباراسيون لاسبي بسيكولوجيك ثاني كذلك معليش هذه نقطه فيها ما فيها من هيجين دو في يعني اكيد زكرينيس كان سالك واش رايكم في مباراه الكاس كنتم من اكبر المرشحين للمورو نقول انا بريمير مو مقابله الكاس وين حنا الاسبوع اللي كنا نلعبوا معاه كانت افضل من بارادو في تلك المباراه خاصه حنا ما تنساش باللي الاسبوع هذاك كنا حضرنا ب 10 لاعبين من الفريق الاول والاخرين كاع من الفريق الرديف لاعبين راهم في المنتخب قبل 23 كانوا في 23 كانوا سبعه وزوج كانوا في المنتخب الاول صافي 9 لاعبين وتسع لاعبين تيتولار تيتولار معناتها طيله الاسبوع ما خدمناش بهم زين انا نلعبوا جل نلعبوا مع المنتخب على ايفان 3 باغ اكزومبل في لي ريزيرف داروا فواياج بالجمعه لعبوا 90 دقيقه في غينيا عاودوا ولا عاودوا ولا زادوا لعبوا 90 دقيقه في الثلاثاء معناتها هذا الشيء كاع يتيك حنا جاونا خرجوا بالاربعه جاونا بالخميس معناتها جاكم متعبين وما خدموش معكم صح ما خدموش معنا على بالك ديجا ميم كي تكون تخدم لو جروب اليوم معك اللي بقى ماهوش معك باسكو كاين 9 ولا 10 لاعب من ما كاجهم ماهوش معك اون بليس حنا لو جو دي واش كير تقدرش تخدم ما تقدرش تخدم طلعنا لي ايفان 3 باش يكون ان جروب مي ما تقدرش تخدم على كل الظرف ربما لم يساعدكم وايضا شبيب بجاي كانت في يومها واستغلت لا 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 كانوا بلو فولونتير علينا ايزيتي بريزون كانوا حابين يتكاليفيو يستاهلوا حتى ولو 9 لاعبين ما كانوش تسع لاعبين خمس سنين هما كيف كيف يغيبوا عليك ثلاث ايام شفنا الشيخ شفنا رياكسيون ماشي على الخدمه شيخ ماشي على الخدمه ماشي نتكلم على الخدمه انا نقول لك وسع توت لا سيمان حنا واش كان عندنا الخميس لكن سيونس دو ريكوبيراسيون تعبوا مي ميم لا سيونس دو ريكوبيراسيون ما كفاتش باش يريكيبي التحضير مهم قبل المباراه بيان سور لا سيمان التحضير مهم قبل المباراه ولعبوا مع المنتخب الغينيا قبل 23 في اربعه ايام لكن شوف رياكسيون اسمح لي والسفاريه ايضا مسعود ردت فعل سامحني دريس ردت فعل شبيبة بجاية بعد ما تلقوا الهدف يعني شفنا ان حسينا انه اللاعبين تاع البارادو كانوا مرهقين يعني شفنا انه ما قدروش يبعدوا عليهم كان رياكسيون ما كانش اذا نكتفي ربما بهذا القدر من النقاش حول نادي بارادو على نتحدثوا في القادم من دقائق المباراه على هذا الفريق الذي حقق نتائج طيبه ندخل عالم المحترف الاول موعد منذ أيام كان مع إجراء بعض المباريات المتأخرة نبدأ مع مباراة دفاع تاجنانت وشباب بالوزداد والتي علق عليها محمد صالح بوسكر ماشي تفاهم بينه وبين رفيقه ثم الانطلاق من جرار ينطلق عادل ينطلق داخل منطقة العمل مدى كل الحاكم يقول فيه يقول ما فيش خطأ وجه بطاقة لبالغ شاهد الآن إذا كان فيه الخطأ أم لا وحيس هذه الكرة المرفوعة داخل منطقة العمليات يا ليت ديدول هدف لا لا في وضعية التسلل فيه وضعية التسلل خطورة أخرى من جانب فريق شباب الوجداد أمام دفاع تاجنت على الكرة مرفوعة مع نهاية المرحلة الأولى لو الناس هو الذي سيتولى تنفيذ ممتازة جانبية بدقة ولكنها كانت جانبية بعيدة بقليل عن الإطار بين عناصر الدفاع تجهيز كرة طويلة أمامية
الفيه ودعي التسلم في جدعي التسلم من طيب طيب يعود كرته انطلق طيب الطيب 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 سد ممتازة وتدخل من العارس مزيان ممتازة من الطيب وتفوق من مزيان الياس الذي تمكن من صد هذه الكرة القوية جدا من طيب منطقة العمليات بالرأس قبل أن تصل لبالغ إعادة الكرة من تركات كرة مرتدة من الدفاع وتسديدة جانبية تسديدة جانبية كرة مرتدة من الدفاع واللعب المقارنة محمد الصديق بالخطأ للعب شباب بلوزداد تبقى للشباب واللباغ محاولة تسديدة فوق الإطار تسديدة فوق الإطار الشباب لم يستغل هذا الخطأ وهذه الفرصة وعين على مرمى الحارس المقراني يرفع في القائم الثاني رأسية فوق الإطار رأسية لاعب فريق شباب الوجداد ولكن كرته كانت فوق الإطار مرفوعة في القائم الثاني ينطلق بشر الكرة محاولة التوغل داخل منطقة العملية التوغل داخل منطقة العملية لا 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 عودة قوية للدفاع بلقطة فردية بوسليو كاد يخادع دفاع تجنانت والحارس والناس هل تأتي الكرة هذه بالجادل الرأسية بعيدة تماما وبالفعل الحاكم معه هنا سعيد يعلن عن نهاية المباراة بتعادل فريقين ونهاية المباراة كما بدأت بتعادل فريقين 0-0 مصطفى مازا شباب الوزاد يؤكد أن أموره تتحسن رغم أنه تحصل فقط على نقطة واحدة أمام منافس مباشر اللي هو دفاع تجنات أكيد كانت مباراة كبيرة وإن شفنا تقاسم النقاط يخدم أكثر شباب الوزداد ويبقى على سلسلة النتائج إيجابية وفي نفس الديناميكية سواء في مباريات البطولة حتى في الكاس نظن أنه شباب الوزداد يرغم دفاع تجنات أنه يقاسم النقاط وما يخليش الدفاع أنه يعني يكون فارق أكبر من النقاط لكن نظن أنه شباب الوزداد في نفس العقلية وفي نفس الديناميكية نظن أنه قادر أنه يبقى في رابطة الأولى بالرغم من أنه يعني انطلق بصعوبة في بداية الموسم أمور دريس أمور السيربي تتحسن لكن تحسن غير كافي حتى الآن لا قدر حتى تقريبا نفس الشيء بالنسبة لدفاع تجنات لا نتكلموا يعني بالنسبة للوضعية اللي وين كانوا فيها السيربي كانوا كونداني ومن بعد بكل صراحة النتائج تحسنت الأمور الآن راهي ما أصبحتش كارثية كما كانت راهم حقيقة في وضعية حرجة ولكن بالنسبة إلى اللاعبين موجودين خاصة نوعية اللعب المقدم في كل مباراة أيضا اللي داروه في الميركاتو زائد الإمكانيات المادية اللي جات عند هذا الفريق زائد حتى يعني الحنكة تاع المسير عليق اللي يعرف العام والخاص بحنكته وتجربته يعني كيفاش قدر ربما مع المدرب والطاقم الفني تاعو كيفاش يعاودوا يرموبيليز لو جروب ويعطيوهم الثقه اللازمه باش يخرجوا من هذيك الوضعيه الان راهم نظن انا بالنسبه لي الفريق اللي يقدر يضمن البقاء تاعو بالنسبه الى ست فرق اللي راهي تلعب الواحد هو شباب بلوزداد خاصه لانه في صحه معنويه ونفسيه جيده بعد تحسن النتائج في المباريات الاخيره محمد زكري الحاله التحكيميه في حاله واحده في هذه المباراه نعم حاله واحده في هذه المباراه لادارها سيد عوينه كشيده وعوينه المساعد الثاني فيه حالة تحكيمية ضرب الجزاء وين راح نشوفوها لم يعلن عنها السيد عوينة شوف هنا يا راح نشوفها من أحسن كان وراها هو أعطاه تحايل سيميلاسيون هي ما كانت سيميلاسيون دوك رايحين نشوفوها شوف خليها تمشي الكرة شوف شوف رمى رجلو هنا رمى رجلو هنا وين كاين الكونتاكت يكون كاين كونتاكت ما كانش تحايل هنا رمى الكونتاكت كون لعب البالون كون دي شوف شوف ما خلى البالون راح مباشرة لرجل اللاعب عرقلة اللي تستحق ضرب الجزاء زائد بطاقة صفراء للاعب دفاع تجنات ولا يوجد تحايل في هذه ما عدا هذه الحالة ما فكاش حالة أخرى إلى المباراة الموالية وهي التي جمعت بين مولودية الجزائر ومولودية وهران علق عليها بلال بناري هاي كرة في عمق في دار دفاع المولودية ماذا يقول حكم المباراة ركلة جزاء ركلة جزاء جاء من مكاوي الحل إلى غاية اللحظة إلى غاية اللحظة مكاوي
هو السم القاتل في دفاعات المولودية العاصمية بعد كرة ثنائية مع المؤذن عبد الله. هل يتمكن شعال أم أن ناجي ينبر إلى بنجاحه؟ شعال يا سلام، شعال يا سلام، يا سلام على فريد شعال، كيف اقتنص هذه الكرة وكيف تابعها إلى تاريخ اليوم والعديد من المباريات. كاد يسقط حارس مرماه، كاد يسقط حارس مرماه، دم عبد الغني كاد يقع في المحظور. ونقاش من دون أن ننقص من قيمة فريوي، فريوي 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 يخرج لطلب الكرات لديانغ، ولكنه بالخطأ منصوري، منصوري هاي كرة ثنائية يلعب مع رشيد ناجي، هاي كرة صعبة صعبة، هاي كرة الهدف، لا تدخل من الدفاع، مسافة حوالي 25 متر، هاي الكرة هادي وليتيم في المكان المناسب على مرتين، ليتيم أبعد هذه الكرة ولم ينقض عليها لأنها كانت صعبة وكادت أن تغالطه. لفيفيان المدافع ليفواري عالية هذه الكرة. إلا نسيت باش يجوز من هذا المفروض يعاود يرجع ويلعب مع زملائه. يبحث عن حل آخر. مرت هذه الكرة. من المفروض من مدير الجزائر. هاي كرة صعبة، هاي كرة من مكاوي. ماذا ضيعها؟ أو ماذا أنقذ مدافع المولودية لأن الكرة كانت متجهة لناجي رشيد. الجزائر ولكن ما زال من عمر المباراة الكثير، نحن نلعب الدقيقة 71 وفقط، بإمكان الكثير من الأمور أن تحدث مثل هذه الراسية التي كاد يحولها في شباكات المولودية سامي فريوي بنقطة لتبتعد عن الثلاثي المهدد بالسقوط، يعني أول الفرق المهددة. هاي كرة صعبة لصالح المولودية، يتركها لمن؟ التسديدة، ما زال الخطر وعودة الدفاع في الاجتهاد في الاسترجاع ولعب هذه الكرات وهي الصعبة. التوزيع من في استقبال الكرة، مكاوي يخرجها إلى الركنية، لم تخرج وليتيم تبي يدخل إلى منطقة وسط الميدان. هاي كرة جميلة جميلة ورائعة ورائعة، كرة الهدف، كرة الهدف، كرة الهدف، يا سلام كرة الهدف، يا سلام يا سلام يا سلام، في لحظة في لحظة غفلة شاهد كيف ارفع تبي هرب وان سل من الرقابة الدفاعية بكرة رائعة، سجل هدف التقدم. هاي الإعادة، خرج من في الوقت المناسب بلال. هنا شفنا فريوي في كل مرة كان يطيح في الخطأ وراجع نفسه، وشوف يعني أول مرة يخرج وجهه وجه مع الحارس، وهنا يعني عرف كيفاش يسجل الهدف بطريقة جيدة. المباراة انتهت أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم بتفوق فريق ومولودية الجزائر بعد هذا التفوق تصبح في المركز الرابع، بينما أمور مولودية وهران تتعقد أكثر فأكثر. دريس غيموز، ماذا يحدث لفريق مولودية وهران؟ والله شيء غريب. أنا بالنسبة إلي نظن الكاستينج تاع لي زونترينر في الواحد بكل صراحة، يعني ما نغطيوش من بادو زاكي إلى الأخرى كافالي، إلى كافالي، كل الكاستينج تاع لي زونترينر كلهم خاطئين. عندهم تركيبة بشرية للاعبين، عندهم مواد الموارد المالية موجودة، عندهم الإمكانيات المادية، عندهم القاعدة الجماهيرية، حتى من حيث اللاعبين. بالنسبة لك والمدربين؟ أنا 100% 100% سببهم الكاستينج تاع المدربين. مولودية الجزائر مصطفى مازا بهذا الفوز هذا، وخاصة وين سجلت المولودية في وقت قاتل، نظن أن المولودية بمباراة متأخرة تقدر تطمح لكي تلعب على البوديوم. نظن أنه شفنا تغيير وجه المولودية في عدة تغييرات داخل التشكيلة وين قام بها المدرب ميخازني، وين يعرف المجموعة، كذلك التحفيز وإرادة وعزيمة تاع اللاعبين عادت في بعض في المباراة الأخيرة دي تاع مولودية الجزائر، بالرغم من أن مولودية خسر المباراة الأخيرة أمام نصر حسين، لكن شفنا وجهة طيب. لكن نظن أنه بهذا الفوز هذا راح يزيد يدعم المولودية من الناحية المعنوية بمباراة متأخرة، أعتقد أن المولودية تقدر تلعب البوديوم. وبإدارة جديدة برئاسة عمر غريب، ذكريني حالتين تحكيميتين
نعم، وكانوا محقين الحكام في هذا الحال. كان يعني مباراة جيدة، فريق ميال أدى مباراة جيدة ومباراة صعبة وصعبة جدا يعني بكل صراحة، حتى ولو تقول المولودية، لأن فريق مولودية وارني يلعب على البقاء، مولودية الجزائر تريد البوديوم تزيد تصعد، كانت صعيبة بزاف. وين شفنا فريق ميال كان في المستوى، ما ننساوش واحد الآن من بين أقدم الحكام بالتجربة بالخبرات تاعو اللي راه يدير في المباريات جيدة، ساعدوا كل من شب الله ويدير فيه. ضربة جزاء الأولى وين شفناها كانت صحيحة، شوف هنا مباشرة اللاعب راح رجل اللاعب عرقلة، ضربة جزاء شرعية صحيحة لا غبار عليها، هاوليك راح مباشرة العرقلة داخل منطقة العمليات. لابد على الحكم في هذه الحالة أن يحتسب ضربة جزاء، وضربة جزاء شرعية أعلنها السيد ميال. الحالة الثانية الأولى، أيوة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هدف مولودية الجزائر، لاعب مولودية وهران الفدي يدو شوف عند انطلاق، شوف الكرة وراها لا وجود للتسلل، ليرفد يدو باش يحوس على التسلل هو اللي كسر التسلل. الاثنين لا لا نحوس انا ليرفد يدو، انا يهمني ليرفد يدو منه. انا يهمني ليرفد يدو، هذاك ليرفد غلط الحكم، هذاك ترفد يدك انت، انت باللعب لا رفد يدك وتحوس على الاخر. دونك شوف وين يرفد يدو، يعني لا وجود للتسلل، خليه يروح هاو رفد يدو، الاخر مدي البالون راح انت ريح رفد يدو، يعني هدف صحيح. ما تحبوش هذه يرفع يدك، يرفد يدك محسوب انا خاطي ماشي انا، وكاينه العاب خليه صف كاين الصف. يعتقد صح حقيقه انه اللاعب في وضعيه تسلل وسحبوا لي مراه، هو ما شافش وسحبوا لي قدامه. على كل إن الحاله واضحه، والحكم والرباعي التحكيم موفقه في اداره هذه المباراه. صابر الشريف، لو اسالك وش الشيء اللي ينقص فريق نادي بارادو لكي يبدا الموسم والهدف نتاعه هو الفوز بالبطوله؟ احنا مش ينقصنا حتى شيء، بس الناس تقول لك بالك الجمهور، والجمهور احنا قدرنا الجمهور خلاص، ما عندناش جمهور، ما عندناش جمهور، والجمهور حتى الجمهور ما يتشرى الجمهور تاع الفرق الاخرى يساعدنا احنا كي يجي. انا جو بونس الجمهور تاعي ذو حدين، باسكو غدوا يكون عندك نتائج ماشي مليحه، احنا دي فوا اونشينينا 3 ولا 4 ماتش سون فيكتوار، وكان عندك الجمهور ما تقدرش تونطريني وتولي تهرب وين تونطريني. انا جو بونس احنا البروبليم، ما نقولوش بروبليم باسكو هي نقص من نقائص، حنا هذه طريقه عمل تاع اداره، وين حنا انا كنكونوا اللاعبين تاعنا اللي راهم في شبيبه القبائل ولا في اتحاد العاصمه ما راحوش وما بعناش اللاعبين هذوما، نلعبوا البطوله بكل سهوله. يعني احنا قضيه خبره، بصح لازم تكون هذا الشيء في البطوله تاعنا، ويشاطروني بالك مصطفى ودريس، لازم يكون هناك لو فورماتور ويكون هناك كلوب يلعب لي تيتر، ما يقدروش يكونوا 16 فريق يلعب بالتيتر و16 فريق لازم احنا نطمحوا. بصح ما تقوليش بلي بارادو ما مش حابين يلعبوا تيتر، سي نورمال. لا تقوليش لانه اليوم بارادو موجود اصبح هذا واضح كيما اجاكس، يقدروا يكونوا كيما الاجابه واضحه، يعني سياسه كاين دي كلوب فورماتور. دوك احنا كل عام عندنا خمسه ست لاعبين يروحوا، ولا كي طلعنا قدرنا نلعبوا تيتر الله يبارك، بصح ولا ما قدرناش دائما نقولوا احنا نسعوا والمرتبة احسن، كيف يديروا الاجاكس مصطفى يخدموا يبيعوا لاعبين ويعاودوا، لكن الاجاكس كي لعبوا الله يسمو ان شاء الله بالك هذا العام يلعبوها ان شاء الله بالك هذا العام يلعبوها. لا ما تنساش كوني عنده مباراه متاخره مع نصر حسين داير، لو يفوز فيها يولي في المرتبه الثانيه، المرتبه الثانيه هذه يقول لك انا بارادو يعني حسابيا مازال عنده حظوظ، مثله مثل الصيف، مثل كذلك شباب قسنطينه، كل هذا هو الهدف واضح بالنسبه لنادي بارادو، هو على الاقل اقتطاع تاشيره المشاركه قاريه او عربيه، هذا هو الهدف معروف الامر، هذا حتى ما يصرحوش به، هذا هو صح. مسعود نفهمه كما قال صابر، هو مشروع تاع اداره، مشروع تاع الاداره واهداف الاداره. دوكا كون بقاو كيما قال لك هاد اللاعبين بن قيت تاع اتحاد الجزائر وكريم من الفيفا وهكذا ومن اللاعبين يلعب على الالقاب، يلعب على الالقاب حقيقه، بصح ما راحش يسوق هاد اللاعبين. وكاين حاجه شيخ دريس، ولا خلينا اللاعبين هادو رانا نخدموا فيهم التحقيق وقعد اكتظاظ يبلوكيك انا نزيد له حاجه برك. انا محمد زكريني بخبرتي الصغيره وتجربتي، بارادو ما عندهاش مشكل تاع الجماهير، نعطيه بالادله خارج الديار فازوا خارج الديار
ملعب باكمله كانوا يصفقوا عليهم ويصفقوا على نعيجي لما سجل هدفين في وارد. صح ولا لا؟ خارج التكنيك يا اخي. لا 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 الجمهور تاع الناس يساعدنا احنا. ما عندناش مشكل تاع جمهور. ماشي شي ماده هذه راك تقول لي تحكي ما زدت خرها. لا ايوا راك طيب نمر للمباراه المواليه وهي مباراه مؤجله على الجوله 22 والتي جمعت بين اتحاد بالعباس ونصر حسين داي. الايجابيه. كرة ملعوبة في القائم الثاني، تعود الكرة. حذاري سوغار. عاشور أو لعباني سوغار، ينطلق سوغار إلى لعباني. كاد لعباني أن يفعلها باتحاد بالعباس، الكرة لا زالت. تسديدة من خالي وبعيدة. لعباني يراوغ يوزع الكرة في القائم الثاني. وابو صوف يمنع بنوة من تسجيل اول اهداف المباراة. اخرى سوغار، ماذا يفعل سوغار؟ لعاشور، عاشور يعد الكرة لسوغار وبصعوبة ابو صوف الى الركنية. بنوة يحول الكرة الى سوغار، سوغار الى عاشور يعيد الكرة سوغار. هناك في بجاية امام مولودي بجاية والآخر أحد المهددين بالسقوط بالحسيني. ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح اتحاد بالعباس. يد المدافع العريبي، نعم وضعية اليد غير طبيعية. زروقي، زروقي وبوصوف، بوصوف يواصل العلاقة ضد تيبي مازامبي. فسيفعلها حراك وتصطدم بالجدار إلى التماس. ونهاية المباراة بتعادل سلبي مثلما بدأت انتهت. وتعادل لا يخدم بأي حال من الأحوال فريق اتحاد بالعباس الذي الجولة تمر والنتائج تتشابه والفريق قد يغادر الرابطة. حقيقة نشوف احنا كنا نشوفوها يعني منذ عدة مواسم، الفريق اللي يتوج بعدها يصرى له مشاكل، يبداها من المشكل والضائقة المالية، والضائقة المالية سوري بيركوت سور لو روندمون تكنيك. وشفنا اتحاد بالعباس بالرغم من الأداء الفني يعني فوق أرضية الميدان ربما جيد وفي بعض الأحسن أحسن من بعض الفرق اللي راهي تلعب الآخر، ولكن لا ريوسيت ما عندهمش. زايد ثانيا دوك طاحوا في لو مونك دو كونفيونس. أصعب شيء انك تلعب الثقه فعلا اصعب شيء. الطرف الثاني نصر حسين داي تنفسوا من جديد. اكيد نقدر نقول انه نصر حسين داي لو شفنا مجريات المباراه كان قادر في الاوقات القويه انه يقتل المباراه، لكن نظل انه يعود بتعادل ثمين راح يخليه بالمباريات المتاخره يطمح لكي يلعب ورقه اخرى هي ورقه البوديوم. لانه نصر حسين داي في اسبوع يعني فقد كل الاهداف تاعو، يعني امام الزمالك لما خسر في كاس الكاف، كذلك كاس الجمهوريه. نظل انه الهدف الوحيد اللي يبقى الا لعب ورقه البوديوم وهي في متناول لانه عنده مباراتين متاخرتين وهو قادر على تحقيق الاحسن في القادم من الجولات. محمد زكريني، حاله تحكيميه واحده في هذه المباراه. واحده، المباراه كانت منقوله على القناه الجيري وين شفت المباراة بأكملها. عبد الرزاق أراب أدى مباراة جيدة بمساعدة بولفلفل وحملاوي. وين شفنا حالة واحدة ألا وهي ضربة الجزاء، وين كانت ضربة الجزاء شرعية. شوف هنا يا منع الكرة من التوجه إلى المرمى، ضربة جزاء زائد بطاقة صفراء مستحقة. شوف هاي اليد مرفوعة في اليد، منعت الكرة كانت متجهة نحو المرمى، هنا أعلن عن ضربة جزاء زائد بطاقة صفراء مستحقة يعني شرعية وصحيحة لا غبار عليها. وقرار شرعي وصائب. نصل إلى الترتيب بعد هذه المباريات المتأخرة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى موبيلس.
الأربعاء الماضي كان الموعد مع مباراة الجولة 27 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس، والتي عرفت عدة تغييرات على هرم الترتيب مع وجود ثلاث نوادي في المركز الأول، وبالتالي التنافس يشتد عن آخره بالنسبة للثلاثي الذي سيصعد إلى الرابطة الأولى والنوادي التي تطمح للصعود إلى الرابطة الأولى. نبدأ الصور بمباراة نجم مقرى ومولودية سعيدة، وهي المباراة التي حضرها عمر جمعي. بعد الهزيمة في وهران كان لزاما على الرائد نجم مقرى الانتفاضة داخل ميدانه وأمام جماهيره عندما استقبل مولودية سعيدة في مباراتنا الخطأ فيها ممنوع لأي فريق، لهذا دخل أبناء عباس المباراة بدون مقدمات. أول لقطة كانت عن طريق الجناح الأيسر شيخي الذي يسدد بقوة، الحارس بوهدا ببراعة يبعد الكرة. ضغط النجم تواصل لكن بدون جديد، فيما اكتفى أبناء أسبع بالتمركز في منطقتهم مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة التي لم تأتي بالجديد. لتحمل الدقيقة 42 الخبر السعيد لنجم مقرى بعد عمل منظم، بولعنصر يخرج من المراقبة يتوغل ويقدم كرة على طبق لبوفليح الذي يضعها في الشباك، مانحا التقدم للنجم وملهبا المدرجات ليعطي الأسبقية لفريقه في الشوط الأول. الشوط الثاني وفي الدقيقة الأولى كاد دمان أن يضاعف النتيجة ليتواصل مد مقرى على منطقة سعيدة لكن بدون جدوى، بل كاد شويخي أن يعدل النتيجة برأسية أبعدها شلالي بأعجوبة. دخول حكار كان له الأثر الإيجابي في هجوم سعيدة الذي أقلق كثيرا دفاع مقرى الذي كان تائها، ما اضطر المدرب عباس من المدرجات إلى تقديم النصائح خاصة بعد تراجع زملاء أميري إلى الخلف والذين كانوا يبحثون عن الحفاظ عن النتيجة، لكن الرياح لم تأتي بما اشتهاها النجم. وقبل خمس دقائق من نهاية اللقاء ومن ركنية تجد المهاجم حكار وبرأسية يعدل النتيجة ليرمي لاعبون النجم بعدها بكل ثقلهم في الهجوم، أين حرم القائم في الوقت البديل نزواني من هدف التقدم. وتعثر غير منتظر للرائد، بينما نقطة ونتيجة إيجابية لفريق مولودية سعيدة في سباقه من أجل ضمان البقاء. من ناحية التحكيمية محمد زكريني، صخراوي عزرين دولاش، شفنا هدفين صحيحين ما شفناش حاجة، واش سمعنا في الإذاعة سمعنا كلش، كل الذي حدث حدث بعد صافرة النهاية، كل ما حدث في مقرى حدث ما كانش في المباراة ولا بين الفريقين ولا بعدما أعلن الحكم صافرة نهاية المباراة، الذي حدث حدث عند نهاية في بعد صافرة النهاية. وحديث عن اقتحام بعض الأنصار لأرضية الميدان والتعدي على لاعبي فريق مولودية سعيدة، ولو أنه مسؤولي ولاعبي فريق مولودية أو نجم مقرى حاولوا مساعدة والحفاظ على لاعبي فريق مولودية سعيدة. على كل هي تصرفات نأسف لحدوثها خاصة في هذه الجولات الأخيرة. إلى المباراة الموالية التي جمعت بين ترجي مستغانم وجمعية شلف، وحضرها رفيق تودفت. هي آخر أنفاس اللقاء وأحسنها وأثمنها للضيف جمعية شلف الذي كاد يدخل متاهة الشك وضياع مبتغى الصعود أمام ترجي مستغانم. هدف بدد الضباب حول عديد الأقاويل بعد التعثر الأخير أمام الحراش، هدف أمضاه جاهل مرسما نقاطا ثلاث توزن بالذهب، معيدا جمعية أولمبي شلف إلى صدارة الترتيب العام وعزيزة حظوظه في الالتحاق بركب الكبار وسط فرحة لا متناهية للشلفاوة. بالعودة إلى اللقاء، فإن أهل الديار الترجي كانوا مطالبين بالفوز لا غير لضمان بقائهم في المحترف الثاني أمام تعقد الحسابات في الجدول.
الترجي مستغانم كان بطل السيناريو إلى نهاية الوقت الرسمي للقاء، ورغم أن الشوط الأول كان مفتقرا للفرص الحقيقية إلا أن الثاني حملها وبكثرة. تنسيق هجومي وبناء للفرص كان من المفروض أن تنتهي بهز الشباك لولا الخلط بين السرعة والتسرع والتضييع المتكرر، تارة بتدخل الدفاع وتارة بتألق الحارس أعبدي، تارة بخلل في التصويب وتارة أخرى بصد من العارضة. والأهم في كل ذلك أن هدف السبق لم يتحقق للترجي. لتحتكم التشكيلتين لمنطق المستديرة من يضيع كثيرا الهدف يتلقاه، وهو ما حملته آخر دقيقة من الزمن بدل الضائع بلمسة مليكة وإمضاء جهل. ولا يتبقى إلا التأكيد وترسيم الصعود للشلفاوة خلال الجولات الثلاث المتبقية، في حين يتحتم على ترجي مستغانم مضاعفة الجهود لتفادي السقوط. ونتيجة جد إيجابية لفريق جمعية شلف الذي يتواجد أيضا في المركز الأول رفقة وداد تلمسان ونجم مقرى في هذه الجولة. أيضا وداد تلمسان أو قبل ذلك محمد زكريني، بالنسبة لحكام هذه المباراة عاشوري طامان بن حمودة، هدف صحيح لا مشاكل في هذه المباراة. يعني أنا أقول كلش راه لاباس مدام الفرق احنا في نهاية البطولة والفرق راه تفوز خارج الديار. إلى المباراة الموالية وهي التي جمعت بين وداد تلمسان ورائد القبة. وداد تلمسان حقق الأهم في هذه المباراة وهو الفوز الذي مكنه من البقاء في المركز الأول، قلت رفقة جمعية شلف ونجم مقرى ولو أنه هو في المركز الأول بفارق الأهداف، بينما وضعية رائد القبة تتعقد، إن لم نقل صارت أو صار ضمان البقاء من المستحيلات ولو أنه لا مستحيل في كرة القدم. قلت وداد تلمسان استغل الظرف واستغل الفرصة واستغل العاملين التقليديين الملعب والجمهور ليحقق الفوز بثنائية نظيفة مكنت الفريق من احتلال أو البقاء ضمن المركز أو في المركز الأول رفقة كل من جمعية شلف ونجم مقرى. وبالتالي المباريات المتبقية ستكون قوية ومثيرة، لأن الفرق التي تسعى للصعود إلى الرابطة الأولى ولا فريق ضمن صعوده بصفة رسمية. طبعا هذه هي الصور التي وصلتنا من محطة وهران، طبعا حضرها زميلنا بالمهدي بالمهل. نبدأ بالتحكيم بالنسبة لهذه المباراة. حكم شاب اللي راه يدير في المباريات، يعني هذا حكم رغم أنها مقابلة ليست سهلة بطبيعة الحال، فريق يلعب على البقاء فريق يلعب على الصعود، وأنا دائما أقول الذي يلعب على الصعود في ميدانه جي أحسن شوية واللي يبقى يلعب على البقاء جي صعيبة، ولو سعيدة يلعب على البقاء ولكن كان كما يقولوا عظمة في مقرى ماشي حاجة سهلة. قاموح رابط القسنطينة عمري سيفوني وشفنا الأهداف صحيحة وأدى مباراة ما شفناش مشاكل، كما شفوش المشاكل معناتها أنهم أدوا مباراة لبس بها والحكم كان ربما في يومه. طيب مصطفى مازا، وداد تلمسان، جمعية شف، نجم مقرى، واتحاد بسكر، أربعة من أجل ثلاث أماكن وبدرجة أقل ربما سريع غليزان لربما الأمر صعب ولكن ممكن. نبدا بالمتصدر وداد تلمسان. وداد تلمسان نعم سلسله النتائج ايجابيه خاصه اربع مباريات الاخيره وين الفريق لم يذوق طعم الانهزام، تعادل امام مقرى على ارض ميدانه وثلاث مرات يفوز متتاليه، هذا يخلي انه النتائج الفريق في تطور وفي مستوى تصاعدي في منحنى تصاعدي. أيوة. هذا قبل المنعرج الاخير لوداد تلمسان لما يلعب مرتين خارج ديار، يلعب في بوسعادة، أيوة يلعب في شلف، منافس مباشر، منافس مباشر، وكذلك في المباراة الأخيرة منافس مباشر لو تبقى اتحاد بسكرة في سباق. أيوة. في المباراة الأخيرة، لكن نظن أنه مستوى وداد تلمسان مقارنة بالربعة قبل المباراة تاع مقرى وين تعادل، نظن أنه الفريق يبقى في ديناميكية نتائج إيجابية وهذا يخلي أنه على الأقل يبقى في البوديوم. هذا بالنسبة لوداد تلمسان. من شاف دريس إلى كان نبقى مع وداد تلمسان أم نمر لجمعية شلف اللي هي أيضا في المركز الأول بنفس الرصيد من النقاط وتنتظره أيضا مباريات قوية أمام منافسين مباشرين حقيقة. ولكن شوف جمعية شلف
ماهيش الفريق ماهوش الفريق يعني اللي راهو يعني كيش نقولوا يعني يخسر امام الفرق القويه والمتصدره واللي تنافس على الصعود. بالعكس هو ربما في بريل يعني نوعا ما في 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 ملعبه خلى بعض النقاط ثمينه جدا، ضيع الكثير من النقاط في ميدانه. وهذا ماهوش وهذه ما لازمش يكون في فريق يحب يصعد هذا هو الحقيقة. ولكن كل مره يعني نقول يعني كيفاش ويعاود يدارك ويرجع للمرتبه الاولى. هنا يبقى ثلاث مقابلات لابد عليه انه يكون دائما مستعد، خاصة نظن حتى راح تلعب حتى الجولة الأخيرة، لأنه الفرق خمس فرق هذه راح تلعب مع بعضها ويكون فيه دي كونفرونتاسيون ديريكت أنتر لي زيكيب. هذوما هو اللي راح يبين لنا ويوضح شكون الفرق اللي راح تصعد. ولكن كاينة حاجة، نجم مقرى الآن مع الاحداث الاخيره ربما راح يكون فيه دي سانكسيون للتيران وللتيران خاصه يعني بقى له مباراه في ميدان مباراتين خارج ميدان. نعم يعني مباراتين خارج ميدان زائد مباراه واحده ربما راح تكون سانكسيون ديريكت. وبطبيعه الحال في ذاك يعني راح يلعب ثلاث مقابلات نقدروا نقولوا خارج ميدانه. هذا نقطة مصطفى مسعود ولا تسمح لي نكمل في نفس سياق جمعية شلف. لماذا جمعية شلف؟ لأنه صحيح أنه جمعية شلف في بعض الأحيان ضيع نقاط داخل الديار، لكن لو شوفوا المباريات الأخيرة جمعية شلف يعني منذ أنه الفريق خسر أمام منافس مباشر اللي هو مقرع في بهدفين مقابل هدف، نقول أن النتائج تحسنت سواء داخل حتى خارج ديار. في المواجهات المتبقية جمعية شلف يستقبل مرتين متتاليتين، يستقبل تعثر في الجولة الأخيرة أمام اتحاد الحراج فوق أرضية ميدانه. أكيد لكن خرج هذا قلت كي يتدارك تدارك لا هو اللي عينه يصعد كما يقال اكيد سواء خارج ميدان شلف راه ربما في عمليه عكسيه. اكيد ما عندهمش مستوى ثابت. ايوه لفريق يعني ثابت مستواه ومردود مردود يعني باين واضح سواء تصاعدي ولا تنازلي اللي تقدر يعني تقرا له هو ربما كون يديروا باريس سبورتيف تاع بكري هو المستوى الاسود. لا المستوى لا في المباريات هذه خاصه المباريات الاخيره والفرق اللي تلعب على الصعود ما نظنش انه راح تلعب راح يعني تبحث على المستوى ولا تبحث على المردود راح تبحث عن النتيجه صعب. المهمة للحكام محمد لا تصعبش ما تصعبش. شوف فيه نقطة ربما لو سلمنا جدلا بأن الفرق المعنية بثلاث مقاعد للصعود لنفترض أنه المعنيين هما جمعية شلف وداد تلمسان نجم مقرى وبدرجة أقل اتحاد بسكرة لا غليزان وبدرجة أقل غليزان. نعم. لنفترض لما نشوف مثلا أربع نوادي اللي تحدث عنهم جمعية شلف ما ينتظره من مباريات جمعية شلف مع مولودية العلم بعد جمعية شلف يتنقل إلى غليزان وبعد جمعية شلف يستقبل وداد تلمسان هذا فرق. بالنسبة لبسكرة بسكرة تستقبل سريع غليزان سريع غليزان يهمها أمر البطولة بعدها اتحاد بسكرة يتنقل إلى تلمسان لمواجهة الوداد المحلي والفريقان معنيان بأمر الصعود. المباراة الأخيرة اتحاد بسكرة يستقبل جمعية وهران. نجي لوداد تلمسان عنده تنقل إلى بوسعادة وبعدين عنده يستقبل اتحاد بسكرة يعني مباشر منافس مباشر واخر مباراه بمثابه نهائي يتنقل الى جمعيه شلف. ربما نجم مقرى بدرجه اقل عنده المباريات المتبقيه مع نوادي يفترض انها غير معنيه لا بالنزول ولا بالبقاء او على الاقل باللقب. لما نشوفه يتنقل مقرى الى عنابه لمواجهه اتحاد عنابه ومقرى يستقبل شبيبه سكيكدا وفي اخر جوله يتنقل الى القبه. بالنظر لهذه المباريات وشكون هو الفريق او الفرق اللي ممكن عندها افضليه؟ شوف هو ولو انه الحسابات كثيره ما الواقع هو شيء هو انا سبق وقلت لك رايحين يتلاقوا مع بعضهم الفرق الاربعه هذول اللي راهم ينافسوا على الصعود كلهم يتلاقوا مع بعضهم الا ما قرا ما تلاقاش معهم. نهضر على الاربعه يعني غليزان بسكرة الشلف وتلمسان تلمسان. انا في اعتقادي الضغط
العكس الناس اللي تقول باللي راهو راه يتنقل. الضغط دائما يكون على صاحب ارضيه الميدان، ضغط الجمهور، ضغط يعني الطاقم الفني، وضغط الاداره، وحتى يعني الصحافه، وضغط كل شيء. ولكن انا بالنسبه الي يعني نجم مقرى لو يعرف يتفاوض في المقابله القادمه راح يكون بنسبه ويجيب ثلاث نقاط. نقول لك من عنابه يقدر يضمن الصعود، هو الاول اللي راح يضمن الصعود من بين هذا الفرق. وداد تلمسان المقابل نقطة الانعطاف بعد بوسعادة هو استقباله لاتحاد بسكرة. فعلا منافس مباشر. منافس مباشر ومنافس خطير خارج الديار. فعلا. وقدم مستوى موش سهل باش تفوز على بسكرة، وشفنا بسكرة أمام العلمة في الجولة اللي فات. راح نشوفه بعد قليل المباراة. لقطات يعني تشوف باللي فريق يحسن التفاوض خارج ميدانه. عنده لاعبين مستوى ثابت وحتى يعني برودة الأعصاب عندهم، الشيء اللي تغلبوا فيه في الكثير من الأحيان. مادام تحدث على بسكرة، مادام تحدث دقائق الأخيرة يفوزوا. مادام تحدث على بسكرة نشوف لقطات مباراة اتحاد بسكرة مع مولودية العلماء بالعلماء. اتحاد بسكرة الضغط على بزاز والحكم يقول فيه خطأ، يقول فيه ارتكاز، والمدرب منصوري مدرب مولودية العلمة اليوم على دكة البدلاء. ما فيش وضعية تسلل الهدف الأول، ربما الهدف الأول بالفعل، الهدف الأول في لحظة غفلة من دفاع فريق اتحاد بسكرة، يتمكن في الأخير مولودية العلمة من فتح مجال التهديف عن طريق اللاعب أيت عبد الملك، هو الذي باخت دفاع فريق اتحاد بسكرة، والحارس خلف صلاح الدين في الدقيقة الرابعة يتمكن فريق مولودية العلمة من فتح مجال تهديف مبكر. لنشاهد الإعادة في مواجهة بدون جمهور، كرة ممتازة والحارس تبقى صعوبة، هدف التعادل كرة مرتدة من الحارس بوستر، والمتابعة ممتازة كانت من اللاعب بوشكريت على ما أعتقد، هو الذي وقع هدف تعديل النتيجة من مولودية من اتحاد بسكرة في الدقيقة 22. تسديدة قوية، هاي المخالفة مسددة بقوة بوستر، وغياب الدفاع اللاعب هو الذي كان هو اللي سبق اللاعبين وتمكن من تعديل النتيجة دون ارتكاب الخطأ من بناي. ما فيش وضعية تسلل هذه المرة، ما فيش وضعية تسلل خروج، ربما الهدف الثاني، فرصة إضافة الهدف الثاني من جان مولودية العلمة، وبالفعل أو عفوا من اتحاد بسكرة، وبالفعل والهدف الثاني بعد خطأ في دفاع مولودية العلمة، خروج بوسدر خارج منطقة العمليات، يتمكن أيضا هذه المرة بوشكريت من إضافة الهدف الثاني. الديفرب اللاعب ملولي فريد لم يلحق على الكرة، وهو الذي رافق الكرة داخل مرمى الحارس بوسدر اللي خرج خارج منطقة العمليات، لأن التغطية الدفاعية كانت بعيدة جدا، وفرحة كبيرة لعناصر فريق اتحاد بسكرة. نشاهد الإعادة لأن الحكم أعلن عن نهاية المرحلة الأولى، نشاهد الإعادة مرة أخرى. التوغل من بن عاشور، يرفع كورتو، كرة طويلة لبلال، لهذا قلنا يعني الفوز خارج الديار مهم جدا. بلال حط كرة ممتازة، هدف التعادل من جانب فريق مولودية العلمة بعد عمل جيد من البديل بلال على الجهة اليمنى من أو الجهة اليسرى من هجوم فريق المولودية، عمل جيد من بلال اللاعب البديل، يتمكن البديل برباش من تعديل النتيجة. إذن تصبح النتيجة هدفين، ترجع لرفيقه ثم طويلة أمامية، هل يأتي بالجديد بن عاشور؟ لا 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 بن عاشور، الهدف القاتل من بن عاشور، يعيد اتحاد بسكرة من بعيد ويوقع الهدف الثالث. 3 أهداف مقابل 2، أخطاء فادحة في دفاع مولودية العلمة يستغلها بن عاشور واتحاد بسكرة ويوقع الهدف الثالث، ويعود اتحاد بسكرة في النتيجة ويعود ب3 نقاط كاملة إلى مدينة بسكرة، إلى عاصمة الزبان، وهو كله أمل وثيقة في الصعود والعودة إلى الرابطة المحترفة الأولى.
نتيجة جد وإيجابية لمولودية أو الاتحاد بسكرة الذي يبقى في السباق ويبقي على كامل حظوظه للمنافسة من أجل الصعود. ذكرني تحكيميا في هذه المباراة. بكواس الياس إبراهيم سليماني، بكواس الياس حكم دولي، إبراهيم مساعد دولي، وسليماني فيدرالي. أنا شفت المباراة، يعني أدوا مباراة جيدة، 5 أهداف صحيحة. صحيح. يعني لا مشاكل، لا روح رياضية عالية بين الفريقين. وذكر لي ما عندكش قراءه انت المباريات المتبقيه. انا هما التكنيك خير مني، بصح انا نعطي لهم 3 حوايج كل مباراه. التكنيك خير منك واش حد يدير؟ لا هما يعرفوا خير مني في التكنيك. بصح كل جوله، الجوله القادمه مباراه القمه كاينه مباراه واحده اللي هي اتحاد بسكرة غليزان، هذيك مباراه القمه تاع الجوله، لان غليزان لو ينهزم يخرج من لاكورس رسميا، لو يفوز يدخل. كان عنابه يفوز على مقرى. خلينا نهضر، خلينا انا ما خليش تهضر. عنابه محمد عنابه يفوز على مقرى. انا نهضر على مباراه الجوله. الجوله جوله انا نهضر مباراه الجوله، لان قد تقصي فريق انا ما نقولش مقرى ولا عنابه ولا اوي كلو، كاين عده اعتبارات. ما تنساش لا فعلا اتحاد بسكرة غليزان مباراه المنعرج، اتحاد بسكرة غليزان هذه هي المباراه، ما فيها ني حسابات، ما فيها ولا شيء. لو كان غليزان يخسر يخرج من السباق. يخرج رانا نهضروا، يخرج. الجوله القادمه كاينه مباراه وداد تلمسان اتحاد بسكرة، هذيك هي مباراه الجوله. والجوله الاخيره مباراه الجوله اولمبي شرف وداد تلمسان. يعني فيه مباريات قويه مثيره منتظره بالنسبه للجولات المتبقيه. الى المباراه المواليه وهي التي جمعت بين جمعيه وهران واتحاد عنابه وحضرها سيف الدين من الزرده. فريق جمعية وهران لم يرد أن يفوت فرصة تحقيق الفوز الثاني على التوالي عند استقباله للمرة الثانية على أرضه فريق اتحاد عنابة صاحب المركز التاسع. الجمعية بدأت مهمة الظفر بنقاط الابتعاد عن منطقة الهبوط عن طريق المهاجم فرحي الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة الرابعة. أصحاب الأرض واصلوا ضغطهم على مرمى بن مالك عبر محاولات أثمرت بهدف ثان عن طريق فرح دائما، وكان ذلك عند الدقيقة 23. العناصر العنابية لم تسجل استفاقتها إلا عند الدقيقة 35 عندما تحصل مصطفاوي على ركلة جزاء أعلنها الحكم لطفي بكواسة. ربيعي نفذ الركلة وضيعها بعدما ارتفعت كرته عن إطار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتفوق أبناء الباهية بثنائية نظيفة أمام أعين مدربهم سالم العوفي الذي تابع المباراة من على المدرجات بسبب عدم امتلاكه للإجازة. في الشوط الثاني تواصل الأداء الباهت للضيوف ما سمح لعناصر الجمعية بالاستمرار في الضغط الهجومي، فصنع رفقاء خلف الله عديد الفرص، ولكن سوء التركيز حرمهم من إضافة أهداف أخرى. رد اتحاد عنابة لم يكن قويا، وانتهت المباراة بتفوق جمعية وهران بثنائية نظيفة لتَرفع رصيدها إلى 31 نقطة، فيما يواصل اتحاد عنابة نتائجه المخيبة. وفوز مهم لفريق جمعية وهران الذي يسعى دائما لضمان البقاء. ذكر لي تحكيميا كيف كانت هذه المباراة؟ بكواسة لطفي، بنوة هاني، شفنا ضربة جزاء صحيحة وشفنا أهداف هدفين صحيحين، لا وجود لمشاكل في هذه المباراة. هاي يعني كلها ضربة جزاء. أيوة. يعني واضحة، شوف كيفاش، شوف رجله. أنا تعجبني لي يرمي رجله تنت يجبدها. أنا دي هذه تعجبني بزاف. ماشي بالعاني يعني. ما كانش عندنا بكري هذه. يرمي رجله يعطيه بعد يجبدها. ماشي هنا. هو راه عطاه ديجا ما خلاش إلى المباراة الموالية والتي جمعت بين اتحاد الحراش واتحاد البوليدة وحضرها توفيق دربان. من أجل الإبقاء على أمل البقاء ضغط اتحاد الحراش منذ الوهلة الأولى، فكان له ما أراد بمحاولات عديدة، فوصل إلى شباك الحارس واضح عن طريق التسلل، وكانت العارضة الأفقية كذلك بالمرصاد في إحدى المحاولات. اتحاد البوليدة الذي لعب المباراة من دون ضغط نفسي بما أنه يحضر للموسم القادم في البطولة الهاوية، كان دفاعه تائها وحتى هجومه لم يصل إلى المبتغى، في حين هجوم اتحاد الحراش كان في الموعد وسجل هدفا واحدا في الشوط الأول عن طريق بومشرى في الدقيقة 25.
حارس اتحاد الحراش بلهاني كان في راحة تامة طوال الشوط الأول رغم بعض المحاولات القليلة من هدف وقاسم. المرحلة الثانية كانت كسابقتها، فكانت لمسة الهجوم الحراشي حاضرة حيث لم تمض دقائق حتى أضاف اللاعب باهي الهدف الثاني في الدقيقة 57. هو الهدف الذي احتج عليه لاعب اتحاد البوليدة بداعي تسلل باهي بعد الكرة التي وصلته من زميله ملال. 8 دقائق بعدها وبمشاركة المدافع بن عبد الرحمن أضاف أبو مشرى الثالثة لفريقه والثانية له في المباراة التي كانت في اتجاه واحد رغم عودة إشبال بن طلعة في اللحظات الأخيرة بعدة محاولات كانت متأخرة ولم تأتي بهدف الشرف على الأقل. إلى المباراة الأخيرة وهي التي جمعت بين سريع غليزان وأمل بوسعادة وحضرها إسماعيل ميلودي. بصيص أمل تحقيق الصعود يبقى يغازل سريع غليزان الذي يرفض الاستسلام والبقاء في السباق إلى آخر جولة من البطولة، حافز جعله يرمي بكل ثقله للفوز على الضيف أمل بوسعادة الذي دخل دون أي ضغط بعد ضمانه البقاء في الجولة 26. لقاء غاب عنه الجمهور تقريبا وسار في اتجاه واحد لصالح أصحاب الأرض بالضغط منذ البداية على دفاع الأمل، محاولات هجومية وأداء راق ميز أداء السريع خاصة بحضور الثنائي طاهر وهلال اللذان كان نقطة قوة هجوم الفريق، ليأتي موعد تسجيل الهدف الأول بهجمة معاكسة بدأت من منطقة عمليات الأمل وكرة عند الطاهر الذي فعل كل شيء يتلاعب بالدفاع ويمرر لهلال الذي أكمل المهمة بنجاح وبطريقة رائعة موقعا الهدف الأول. 9 دقائق بعد ذلك أي في الدقيقة 20 الحكم نسيب يمنح ضربة جزاء للسريع بعد لمس الكرة يد مدافع أمل بوسعادة داخل 18 متر، وعنان يضيع فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما أخطأت كرته الإطار. يتواصل بعد ذلك المدى الهجومي لأشبال المدرب لطرش وهجمات مرتدة سريعة كهذه التي لم يوفق فيها اللاعب عبد الملك النور الذي اصطدم بالقائم بعنف لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم أصحاب الأرض بهدف لصفر. في الشوط الثاني وبعد دقائق قليلة من اللعب عمل هجومي منظم للسريع واللاعب طاهر دون خطأ يوقع الهدف الثاني بهذه الكيفية ويتفوق على الحارس متحزم. ضغط غليزان استمر بخفة في الأداء وسرعة التنفيذ، وهذه المرة هلال يعود ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 74. يستقبل الكرة يوقفها ثم يسدد بقوة، وهدف كان للضمان والإطمئنان بكسب النقاط 3 والبقاء في مراقبة سباق الصعود في المركز الخامس ب44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أصحاب الريادة. وفوز سهل لسريع غليزان أمام أمل بوسعادة. ذكرني من ناحية التحكيمية كيفاش الأمور؟ نبدأ بالحراش بليدة إخي هكذايا بمبرا همسة وجي رحمون تام مباراة في المباراة الاثنين. المباراة الثانية نسيب سعدي قسوم ما كان شفنا 6 أهداف في المباراتين، ما كان ولا شيء أهداف صحيحة ما كان حتى شيء يذكر. مصطفى مازا، إذا كان الحسابات كثيرة للصعود أيضا حسابات كثيرة للبقاء أكيد. اتحاد الفرق اللي موجودة في بعد اتحاد البوليدة اللي نزل منذ عدة جولات، رايد القبة، اتحاد الحراش، مولودية سعيدة، جمعية وهران، وبدرجة أقل ترجي مستقر أكيد. لو بعملية حسابية أعتقد أن اتحاد الحراش راح يلعب حدوده حتى نهاية البطولة. هذا الفوز هذا يبقي على حدوده، خاصة في المباراة المتبقية باقي 3 مباريات سوف يتنقل إلى بجاية ثم إلى سكيكدا نعم، ثم يلعب على أرض ميدانه أمام منافس مباشر هو مولودية سعيدة.
نظن انه كذلك جمعيه وهران اللي يبقى كذلك يصارع من اجل لعب ورقه البقاء، اللي كذلك عنده خرجتين متتاليتين، يخرج القبه الى بسكرا معني من الصعود، وكذلك يستقبل بوسعاده. لو نشوف يعني المباريات المتبقيه كلها امام منافس مباشر، منافسين مباشرين من اجل الصعود، حتى الفرق اللي تلعب من اجل البقاء. اذا الامور دريس معقده سواء في الاعلى وفي الاسفل. نظن الى غايه الجولات الاخيره تتضح الامور. يعني كونتريرمون لزاني باس، يعني السنوات الماضيه وين كانت الامور معقده اكثر بالنسبه للناس اللي تسقط، انا بالنسبه لي للاسف القبه 90% او نقول حتى اكثر نزل في راهم في لاماتور اللي بعد معاناه كبيره. تبقى اتحاد الحراش، مولوديه سعيده، وجمعيه وهران. لهذا الثلاث فرق راح تلعب، واحده منهم راح تسقط، وهو يعني ثلاث فرق راح تكون امبارت للكره الجزائريه. للكره الجزائريه ولبطولات الرابطه المحترفه الثانيه. نصل الى النتائج الترتيب والجوله المقبله. إذن مباريات منتظرة أن تكون قوية ومثيرة في الجولة المقبلة بالنسبة للرابطة الأولى والثانية المقررة السبت المقبل. كل المباريات تلعب السبت المقبل بدءا من الساعة الرابعة بالنسبة طبعا للرابطة الأولى أو الثانية. صابر شريف، فيه لاعبين راح يغادروا نادي بارادو في نهاية الموسم؟ كل موسم عندكم ناس رايحة وناس جاية. أيوة، كل حال نورمالمون كاين لاعبين اللي راح يغادروا الوجهه داخل او خارج الوطن. كاين خارج الوطن وكاين داخل الوطن. عبر الداخل كاين نورمالمون زوج لاعبين يقدروا يكونوا خارج الوطن. منهم نعيجي بوداوي ونعيجي بوداوي ونعيجي هاو عندهم انا راني قلت لك زوج حتى بالك ثلاثه نورمالمون على حسب واش الكلام اللي يدور في الاداره. على كل حال ايوا نورمالمون يلحقوا حتى ثلاث لاعبين كما نقولوا احنا سيتيم فيارتي لينا ان شاء الله. ما عندكش مشكل، الخلف موجود بيان سور. دوك ولا تخدم اشاك فوا، احنا الخدمه دائما تمشي كما كانت في 2007 كما بدات مازالها تمشي. يعني نفس السياسه. نفس السياسه، لي فاكونس تاع الشتاء وتاع الربيع اون في دي بروسبكسيون نجيبوهم باش في جوان كي نبداو يدخلوا معنا، واشاك فوا سي لا ميم شوز. نشوفوا لاعبين في كاع الوطن نجيبوهم في لي فاكونس تاع الشتاء بور دي زيسي دو 3 4 جور، نزيدو نجيبوهم في الربيع باسكو تبدا تنقص، زيد تنقص باش تدي. حنا كنا نلعبوا وين كي بدينا كانت 600 700 لاعب. راك تتكلم على في الاكاديمي يعني لتحت. لا السياسه هو يتحدث على سياسه النادي. قال لي اسكو السياسه راهي تمشي ولا لا تمشي؟ سياسه النادي اكيد سياسه واحده. اون بليس كاين دي كاتيجوري اللي تابعين كما نقولوا حنا خارج الاكاديميه، وين ثاني كيجيبوا لاعبين ويديروا ديزيسي، وين كيبان لاعب ولا زوج اون سور كلاس في الاكاديمي يلعب سور كلاسي في الاكاديمي. صابر شريف، انت راك على اطلاع ربما كما يقال لا مصالاريه تاع بقيه الفرق، هل صحيح نادي فرادو هو الاقل النوادي اللي قدم رواتب اللاعبين؟ بيان سور بعيد بزاف يعني بعيد بزاف. احنا نقولوا بالك المصالاريات في حدود 600 مليون، هل هذا صحيح؟ نو تفوت بالك شويه، تفوت شويه، مي بعاد بزاف على اللي صار لنا نسمعوا فيهم. احنا بالك الناس تقول لك يا يخلصوا شويه ولا يخلصوا. اغلى لاعب يفوت 100 مليون في الفريق ما يلحقش. ما يفوتش. يقال انه اللاعب نعيجي الصالير تاعه في حدود 60 مليون. قريب قريب. نورمالمون هكذاك. هكذاك وجهنا احمر. ولكن المعلومات تعطي وانا هو ينفي ولا ياكل. لا والله بحق هذه امور عاديه. بالك تقول باسكو يخلص شويه سيتيون فيارتي نورمالمون. لانه هو استفاد اكثر مما دخل، لانه ماهوش وقت الدراهم بالنسبه لهذ اللاعبين. هو يتكونوا ورايحين يمشيوا ويفكروا في سعود. احنا ما راناش كونتر اللاعب اللي يخلص مليح، مي مد مليح انت صابر. هذا سيتيون بيان سور سيتيون فيارتي. سيتيون فيارتي نقول سيتيون فيارتي للكلوب، سيتيون فيارتي. باسكو علاش دريس انا في
دقيقتين الاخيرتين تفضل صابر خلوا لك الاخرى واخرك هو زكريبي. لو كان اللعاب يخلص نديروا دي سالير كيما يديروا الناس ونطلعوا ومن بعد نولوا ما نخلصوا يا خويا نمشي على حساب لا بوليتيك. عندي 2 مليار اللي نمشي بهم في العام نمشي ب 2 مليار وكيخلص العام واحد ما يسال والحمد لله رانا نافونسي. السياسه الرياضيه للفريق ناجحه والسياسه التسويقيه والتجاريه للفريق ناجحه. فريق نادي بارادو نموذج يجب ان يحتذى به لان الحقيقه هذه هي ان الفريق ناجح على جميع الاصعده. وصلنا الى ختام هذا البرنامج. نوجه التهانيه الحاره واسمه يوسف الرزيق لانه صار اب وعنده مزيوج جديد واسمه وليد. ان شاء الله يتربى في عزه وان شاء الله الشفاء العاجل للوالده الكريمه. محمد زكريني تحياتنا كذلك ليوسف الرزيق المولود الجديد هذا. نتمنى يعيش في عزه ان شاء الله والشفاء العاجل للزوجه الكريمه. ويوسف وفرحان بصح طمينا مازال ما جابناش. جي 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 ماشي اشكاليه. وش ثاني شيء نهنوا تان بونو احمد الحكم ما بين الرابطات اللي تزوج هذا الاسبوع. نتمنى الزوجه صالحه ان شاء الله وذريه صالحه ان شاء الله. ما عرفنا ما والو ماشي مشكله. صابر شريف يعطيك الصحه على الحضور وان شاء الله تجينا مره ومرات واحد اخرين. الله يسلمك وصايتي بليزير نكون معكم. الله يبارك فيك. مع شيخ بنوزه شيخ دريس شيخ مصطفى. كما يقول لك من في الكلام تقدر تتعلم وزيد تافونسي. شكرا يعطيك الصحه. فكرتني نحيي محمد بنوزه. زكريني تحيه بنوزه صديقنا وسلمنا نحيي تحيه كبيره. انا بدوري نحيي موكا مناصر الموافي لمدير الجزائر وهذه الحصه هذه. ايوه يعطيك الصحه وشكرا ليه. مبروك ليوسف على المولود ان شاء الله جبنا طمينا ان شاء الله وان شاء الله نتلاقى في الخير ان شاء الله. اذا وصلنا الى ختام البرنامج. شكر موصول لزملاء التقنيين باستوديو رقم 2 بقياده هيكل قاسمي رشيد مكيداش. القاكم سيدتي سادتي في مناسبات رياضيه قادمه بحول الله. السلام على الجميع. We'll be right back.